على السي بي يو الموجود على الماك زيرو يوزد، فقط ممكن الزيرو مشغل فيها كروم، مشغل فيها الباور بوينت، اتوقع كروم باور بوينت ماخذين 3/4 الريسورس. معلق الآن نبغى نعمل الآن برانش جديد ونشتغل الآن نضيف فيتشرز. أول فيتشرز نضيفها اللي هو البروجكت عندي اللي هو اللايبرري، عشان نمشي تقريبا مع الكلام اللي ذكرناه سابقا. طبعا تضيف برانش جديد في الجيت اللي هو جيت تشيك اوت من الماستر برانش اللي أنا موجود عليه الآن داش. طبعا هذه كلها الكوماندز موجودة دوكيومنتد، موجودة كاملة في جيت سكيم جيت داش SCM في جميع الكوماندز اللي قاعدين نستخدمها الآن، وفي تقريبا هي لقيت فيها أكثر من 40-50 كوماند يعني مختلفة. فممكن بس أن هذه الأساسية ممكن قلت زي ما قلت لكم هذه تستخدمها يوميا بشكل يعني حتمي يعني. ونسمي الآن هي عندي اسم الفيتشر، أضيف فيتشر جديدة لها برانش جديد مثلا، بقول مثلا Create Library. أحسونا برانش فيتشر واحدة بس، واضح؟ فبرانش لازم أكتب كامل. أنت بتغير الآن بالكود فيتشر جديدة سوي لها برانش، لو صار في أي مشكلة في الفيتشر، لو صار في شيء بكل بساطة البرانش هذا تشيله خلاص. طيب الآن في البرانش الماستر الآن صار كان عندي كبرانش، بغيت أتأكد شوف البرانشز اللي عندك. قلت برانش قال لي الحين بالأخضر أنا موجود في الكرييت لايبرري برانش. تجي الآن مثلا تعمل قلت ستاتس مثلا بين التو برانشز، هو التو برانشز الآن ما بعد صار فيهم أي تعديل، فالبرانش الآن الثاني كوبي بيست من البرانش الماستر. You can switch بين البرانشز. زين؟ طيب دكتور تشتغل تست دريفن؟ تشرح السلايد، شرحت السلايد حق البيهيف؟ لا ما شرحت. طيب الآن نبغى نعمل اللي هو فيتشر تيست، نبغى ناخذ الآن نستخدم تولز، هذه ممكن الآن صار عندنا الآن عشان بس ما نلخبط صار عندنا كلاود 9 روبي ان ريلز والجيت، والآن بيصير عندنا كيوكمبر اللي هو التولز رقم 4 اللي بنشوفها اليوم. طبعا كيوكمبر لازم نضيفها زي ما قلنا كباكج موجوده في روبي ان ريلز عن طريق نفتح الجيم فايل نعمل لها الآن جروب ديفلوبمنت خاص نسمي مثلا جروب. بالمناسبة هذا كود روبي اللي قدامك، هذا كود روبي زين، هذا أصعب شيء يواجه أي شخص يشتغل مع روبي. راح أشرح الآن بعض الأشياء عشان توضح لك أشياء كثيرة من الشيء الغريب اللي قدامك هذا زين اللي جاي. أي واحد سوى ديفلوبمنت في أي لغة برمجة روبي غريبة، لغة غريبة، لكن إذا فهمتها تعطيك برودكتيفيتي عالية جدا. صحيح هي بطيئة وكل شيء يعني، لكن كستارت اب تعطيك برودكتيفيتي جدا جدا عالية. بس شوف تفهم. فالآن اللي قدامك هذا كود، هذا كود يتنفذ يعني على شكل كونفجريشن. أضفنا الآن الجيمز اللي هي زي ما قلت لكم باكجز تعادل امبورت موجودة مثلا بالجافا، انكلود في السي مثلا، وريفر في اللغات الثانية. طبعا لو تلاحظ الان الكل مثلا باكجز او مجموعه باكجز اللي هي حاطينها جروب، مثلا هذا جروب سميناه تيست، جروب ديفلوبمنت، جروب ديفلوبمنت تيست. عندنا مثلا هذه موجوده كذا، موجوده بشكل عام ما لها اي جروب. الفكره منها فقط انه مستقبلا في روبي اون ريلز مثلا تبغى مثلا تعمل عندك جيمز او باكجز فقط تشتغل في حاله انك تكون انت اون برودكشن، باكجز تشتغل معك في حاله انك تكون انت اون برودكشن مثلا مع امازون اس 3. فالآن أبغى كيوكمبر الآن وداتا بيز كلينر فقط تشتغل في حالة أن أكون أنا أون تيست مود، فهي باي ديفولت كيوكمبر بتروح الآن للجروب تيست وتأكد هل هو الكيوكمبر موجود في الجروب تيست أو لا. إذا ما كانت موجودة في الجروب تيست بيصير لها فيلير وراح تشتغل. هذا باي ديفولت زي ما قلنا هنا عندنا روبي أند ريلز أكثر لغة مثلا ممكن أنا شفتها تساعدك أنه تحدد مكان لكل شغلة. أنت الآن تروح تدخل مثلا أي بروجكت موجود على جيت هاب روبي أند ريلز تقرأ بأسهل ما يكون لأنك أنت تعرف مكان الكنترول وينها موجودة فيه، تعرف هذا ليش وتعرف هذا مكانه. أنت بحثت أنت تبغى تأخذ من بروجكت ثاني فقط فيوز تعرف مكانها كروبي ونز مبرمج أكيد تعرف مكان كل ملف وكل فايل. طبعا نعمل الآن بندل
انستول للباكجز هذه خفيفه ان شاء الله انها بتشتغل بالنت اللي موجود عندنا. يعني افهم منك ان الجيم فايل عباره عن ديبندنسي مانجر تول حقكم. بالضبط. ودائما الناس الان في اكثر من اللي شفتها الان اكثر من 700 او 900 بندل جيمز معتمده، يعني معتمده من عن طريق في منظمه مبرمجين عاملين موقع اسمه ريز كاست، فيها جيمز فظيعه جدا. انت مثلا تبغى جي بي اس لوكيتور، تبغى مثلا موديل فيو كنترول مثلا للبوت ستراب، تبغى تاخذ تويتر زي ما هو وتحطه عندك في الابلكيشن، للاثنتيكيشن، للاثرايزيشن، للاكسس كنترول، جميعها تقريبا كل مبرمجين يسوونها على شكل جيم ويضعونها لك. الان صار لها انستليشن. لو تلاحظ الان خلني بس اصغر الفيوز هنا. نبغى الان نعمل اول تيست اللي هو الفيتشر تيست على روبنا، بس قبل ما تعليق بس مهم جدا قبل لا يبدا حسام. الان اللي بيصير الان انا من خلال خبرتي يعني السنه اللي راحت السنه هذه، هذا اصعب جزء صراحه، هذا اللي دائم يقلب راس كثير من الشباب من الطلاب عندي. زين فركزوا شوي، يعني راح هذا كله سهل ما في مشكله. اللي بيصير الان اللي ما يسمى بالتست دريفن ديفلوبمنت. اذا كنت ما كنت شفت قبل تست دريفن ديفلوبمنت وهي طريقه للتطوير، تكتب التست بعدين تكتب الكود، مضبوط، تي دي دي. فاذا ما كنت شفتها قبل ركز شوي وش جالس يصير الان. زين اللي بيصير الان نبي نبدا نكتب التست قبل ما نكتب الكود. زين والتست راح يكون على مراحل. احنا عندنا فيتشر، الفيتشر دي عشان تسوي لها امبلمنتيشن مضبوط قد تحتاج انك تغير في اكثر من مكان، صح ولا لا؟ الفيتشر دي تمثل سيناريو، هذا يسمونه بيهيفير دريفن ديزاين. لما اليوزر ستوري تمثل لك بيهيفير للبرنامج، سيناريو كامل. زين اللي هو كرييت لايبرري. كرييت لايبرري ايش معناها؟ معناها ان اليوزر مثلا يسوي لوجن، بعدين يروح المكان هذا، بعدين يضغط هنا، بعدين يصير عنده لايبرري. واضح؟ ففي عده ستيبس. اول تيست نسويه باستخدام التول كوكمبر نتاكد ان السيناريو كامل يشتغل. قبل ما سوينا امبلمنتيشن الان. احنا نقول نبغى نختبر نتاكد انه لو سوينا امبلمنتيشن للسيناريو هذا انه راح يشتغل. مضبوط؟ ميزة لما تكتب التيست انك تبي تعرف وتتاكد انه هذا السيناريو اللي انت تبغاه. مضبوط؟ بعد كذا كل جزء من السيناريو الان يحتاج انك تسوي له امبلمنتيشن لوحده. عندك شيء في الفيو، شيء في الكنترولر، شيء في الموديل. مضبوط؟ فتاخذ كل واحدة منهم هذه وتسوي لها امبلمنتيشن لوحدها. بس قبل ما تسوي لها امبلمنتيشن تسوي لها يونت تيست في الارسبيك، التول اسمه ارسبيك. اللي منكم متعود على جي يونت مثلا في اليونت تيستينج في الجافا، اللي متعود على مثلا سيلينيوم زين او اتش تي ام ال يونت للسيناريو تيستينج او بيهيفير تيستينج زين او عفوا يعني الاشهر فانكشنال تيستينج، الكلمه اللي يمكن الافضل والاشهر. فاللي متعود على هذا المقابل هنا، بس احنا بنقلبها، نكتب التست الكامل، بعدين ناخذ كل جزئيه. طبعا بيصير له فيلير التست اكيد لان ما عندي كود. بعدين ناخذ كل جزئيه ونكتب لها تست لوحدها، نكتب لها تست وننفذها، ناخذ الثانيه نكتب لها تست وننفذها، وهكذا لين نكملها كلها. زين كل واحد من التست هذه يصير له باس لوحده. بعد ما نخلصها كلها التست نفسه البيهيفير هذا او الفانكشنال يصير هو له المفروض يصير له باس. واضح الفكره؟ زين كيف؟ لأنه في الإيجايل زين اللي منكم خلونا نكون واقعين في السعودية. في السعودية مضبوط التغيرات أنا لاحظت أنا الناس اللي يبرمجون التغيرات رهيبة في الكود، يغير بسرعة يعني كواليتي ضعيفة جدا. مضبوط كل يومين ثلاثة أيام مغيرين في الكود. اللي يصير بعدين يخرج ما يسمى دارجا، يعني سمعتم ناس كثيرين سباجيتي كود. سباجيتي كود ما هو بغلط، في الإيجايل بيطلع لك سباجيتي كود. ولكن في الاجايل لانك تست دريفن ديفلوبمنت كل جزئيه من سباجيتي كود هذه ما لها دوكيومنتيشن، لها تست. يو دو نوت يعني في الاجايل في التست دريفن ديفلوبمنت احفظ هذه، يو دو نوت دوكيومنت، يو تست. يعني الدوكيومنتيشن حقك يشتغل، يو ران ات 100% دوكيومنتيشن صح. اي خطا في الدوكيومنتيشن لقيت فيلير في التست. مضبوط. This is the way you document. إذا ما تسوي documentation من خلال التستينج انسى documentation. You will get 90% failure أو 70% failure اللي شفناها وين؟
في البداية بالبداية كانوا الناس يتوقعون دوكيومنتيشن واكتب ويطلع لك العدد. هذه في يعني في تطبيقات معينة، تطبيقات عسكرية، تطبيقات طبية، الأشياء اللي very very sensitive، يعني فعلا فعلا تحتاج شغل وكوست عالي مرة. لكن في كثير من التطبيقات you write a test مضبوط، هو الدوكيومنتيشن حقك. وبتشوفون الآن لما يكتب التست أنت بتستغرب تقول هذا فعلا شيء يتنفذ؟ هو فعلا شيء يتنفذ مضبوط، بتشوفونه الآن. فركز معي أنه الآن اللي بيكتب شيء يتنفذ، شيء كود يتنفذ في روبي مضبوط، وهو اللي يسوي يصير تيست بعدين نكتب الفيتشر نفسها في 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 روبي اون ريلز. برضه ابغى اضيف بس نقطه مهمه جدا انا لاحظتها شخصيا قبل ما استخدم التست دريفن ديفلوبمنت، كنت اواجه مشكله اللي هي فيكس وان بريك تنز، اصلح مشكله عندي الا صفحه في قلايع وادرين صار عندها مشكله في بينهم لينك. التستنج لا، التستنج ممكن انك تستخدم تولز مثل اسم جارد، لكن ما راح نشوفها اليوم لضيق الوقت. جارد هذه تصير ران اون باك جراوند، كل مره يصير اي تغيير عندك في الابلكيشن عندك جارد تشتغل تشوف تتاكد هل جميع التست جميع الصفحات حصل فيها تغيير، هل في صفحه تعديلها اثر على صفحه، اذا صار في صفحه تعديل لكن ما اثر على الصفحه الثانيه ما في مشكله بيطلع مثلا تست باس. بس مثلا اذا انت تتوقع انه مثلا في صفحه مثلا كرييت، لما مثلا اليوزر يسوي لك كرييت لليوزر انه يوديه صفحه ثانيه اسمها ويلكم، ويلكم يوزر فلان، بس انه بالويلكم صار في مشكله ما طلع اسم فلان مثلا او طلع اسم يوزر اللي هو سجل، فالتست هنا يصير لفيلير ويعطيك المشكله بالضبط، يقول لك في الصفحه الفلانيه صار في كول مثلا كنترول او فيو صار في مشكله في مكان ثاني. طيب الان خلينا نبدا الان نشتغل على الكيوكمبر. طبعا المفروض ان الفيتشر اللي عندك في الباك لوج زين او في سبرنت يعني المفروض انك تدخلها الان في بايب لاين خاص. الفيتشر نفسها تبدا تتقسم ان اول شيء امبلمنتيشن الفيتشر، بعدين تيستينج للفيتشر، بعدين هذه تاسكس اليوميه واضح. فاليوزر ستوري الواحده تتقسم المجموعة تاسكس لما تجي انت تنفذها. بس هذه ملاحظه مهمه جدا بس ما راح نشوف هذا يعني نستعجل على الموضوع. احنا لما نكتب التست في البدايه على حسب الستوري اليوزر كان كريتر ابل، هل راح نستخدم اليونت تيست على طول معاها ولا لا نسوي بتشوف الان اليونت تيست للامبروف؟ لا الافضل نشوف الان بعدين ناخذ السؤال، يعني هو مهم جدا تشوفونه تشوف كذا. طيب الان بس ممكن بس اوضح سريعا التو كوماندز هذه. الكوماند الاول هذا احد الكوماندات الموجوده بالريلز اللي هو ريك. ريك هو يعادل ميك في لينكس فقط، هو اللي يسوي رن للباكجز او سيت اوف سيكونس. فعمل الان ريك دي بي مايجريت قاعد يتعامل هو مع دي بي، لانه انا سويت انستليشن للدي بي داتابيز كلينر فتحتاج ان يصير لها كرييشن. رقم اثنين اللي هي ريلز جنريت كيوكمبر انستول، هذا كوماند يعمل انستليشن كيوكمبر. أنا تسوي مرة واحدة للبروجكت حقك خلاص هذه أول ما هذه كونفجريشن الآن كلها يعني. ممكن تسوي زوم شوية بس مو واحد. أبشر. أنا خايف بس من البروجيكتر لأن كذا كويس؟ طيب. أنا إيش اللي حصل بعد ما سوينا انستليشن؟ صار كونفجريشن للكيوكمبر يامل، صار عندنا الآن كرييت سكريبت كيوكمبر، صارت عندي تقريبا التاسك هذه عمل في الانستليشن. أنا عندي الآن صار كرييشن، ممكن لاحظتوا الملف فيتشرز. تحت فيتشرز الآن عندي تو ثينجز. الكيوكمبر فيها فيتشر وفيها ستيب. فيتشرز هي ديسكرايب يوزر ستوري. بتشوفون الآن لغة قريبة لغة إنسان أصلا، يعني ما فيها أي شيء يعني معقد. ستيبس هي تتعامل بلغه اسمها جيركن او جيركن بارسرز. هذه تسوي بارسنج بين الفيتشرز والستيبس، فتشوف لك مثلا الستيب هذه يقصد فيها ان اليوزر مثلا لازم انه يروح للهوم بيج يحصل مثلا رساله ويلكم، او انه مثلا يحصل لينك يضغط عليه يوديه صفحه ثانيه. فبنكتب الان اول شيء اللي هو الفيتشرز. نيو فايل مثلا راح نسميها مثلا الفيتشر هذه create library.feature. ايه سبيلنج
بس فيتشر يعني ما انتبهت لها فيتشر قديم. أوكي. طيب الآن هذا التست أنا كتبته جاهز. دكتور اشرحه. طيب بس نظرة سريعة الآن صعب إني أشرح لكم كامل لكن هذا يتنفذ الآن اللي قدامكم بس للتوضيح يعني. فحنا الآن قلنا الفيتشر حقتنا إنها كرييت لايبرري بعدين كتبنا اليوزر ستوري نفس اللي كان مكتوب عندنا وين في الباكلوج حقنا. تمام في تريلو إيه نعم. فقلنا as a user I want to create a library so I can add books in future. تمام هنا بدينا جينا نكتب بعض التفاصيل في التست فقلنا انه مثلا given انه I am on create library page بدينا نكتب السيناريو كامل حق التست نفسه تذكرون التست عبارة عن سيناريو كامل صح فالباك جراوند اني انا في create library page هذا بدايتي يعني زين ما راح يتنفذ شيء هنا اللي السيناريو اللي احنا نكتبه الان انه والله هذا الهابي سيناريو في التست انه اذا سويت كرييت لايبراري يصير كرييت لايبراري تمام مثلا السيناريو الثاني وش هو اني والله لو سويت كرييت لايبراري واللايبراري موجوده مثلا زين انه يعطيني ايرور زين فانا اسوي تيست ان البرنامج حقي يعطيني ايرور لما اذا كانت اللايبراري موجوده فهذا سيناريو ثاني فهنا السيناريو بدينا نتكلم هنا when I fill out the form with the following attributes اذا مني عبيت الفورم بالفولوينج اتريبيوتس اللي نيم كاتيجوري الان this is documentation صح ولا لا زين بس هذا يتنفذ الدوكيومنتيشن هنا الميزه فما في شيء اسمه يدوكيومنت وترمي